السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. في بعض أمور معينة هنتكلم فيها هتهم الفنيين وهتفتح لهم مجالات في تعديل التلاجات بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي النقطة اللي بتوصل المروحة باللمبة. هي عبارة عن مفتاح اسمه ريد سويتش، لا إما هو المفتاح المغناطيسي لا إما هو المفتاح العادي خالص. ده المفتاح العادي وده المفتاح المغناطيسي ريد سويتش، ده اللي بيوصل نقطة المروحة ونقطة اللمبة من بعض. طريقة عمله، فكرة عمله ازاي هنقولها لكم. المفاتيح العادية ممكن لما اكون قافل الباب في نورمال اوبن ممكن يكون العكس نورمال كلوز، وممكن يكون لما اكون فاتح الباب العكس نورمال اوبن ممكن يكون نورمال كلوز او العكس حسب تصميم المفتاح. اما مفتاح ريد سويتش فما يقدروش يعملوا منه ثلاث نقط، او اللي ما شفتوش هي ثلاث نقط، ولكن عندي نقطة واحدة، نقطة مجمعة. لما هقفل الباب المفتاح هيوصل مع بعضه، وافتح الباب المفتاح هيفصل. لما انا عندي مروحة وعندي لمبة ازاي هيشتغلوا مع بعض الاثنين؟ تعالوا اشرح لكم نقطة بسيطة عشان خاطر نوضح لكم الامور. واخواننا الفنيين لما يخشوا في التعديل ويخشوا في الحاجات ديت يكون عندهم خلفية كبيرة على الحاجات ديت، ويكون عندهم مجال اللي هم يفتحوا لنفسهم مجالات تاني في شغل تاني اوسع باذن الله سبحانه وتعالى. مفتاح ريد سويتش ده عشان خاطر اتحكم منه من نقطة مروحة ونقطة لمبة لازم استخدم معاه راليه. الراليه عندي في نقط نورمال اوبن ونورمال كلوز، وعندي نقطتين الاساسيين الدي سي او الاي سي حسب ما هو مصمم الراليه، لان في عندي راليهات 220 وعندي راليهات 12 فولت حسب التصميم بتاعه، وعندي في نقط نورمال كلوز ونورمال اوبن، ده اللي اقدر اتحكم فيها واقدر انا افتح مجالات فيها. موضوع الراليه ده اهو، لما انا هاجي هوصل سكين الكهرباء على طول المصدر بتاعي سواء دي سي او اي سي، فيبقى عندي هنا في نقط تانية، النقط دي في نقط اوبن ونورمال اوبن ونورمال كلوز. فهاجي مثلا لما اجي هقفل الباب بتاع التلاجة، يعني انا وصلت يعني الكهرباء وصلت هنا، ففي نقطة هنا نورمال كلوز هتبقى نورمال اوبن ونورمال اوبن هتبقى نورمال كلوز، يبقى انا هوصل هنا المروحة مثلا تتوصل واللمبة تتوصل، فلما في الباب اللمبة هتفصل والمروحة تشتغل. لما افتح الباب قطعت الكهرباء عن الراليه، فخد النقطة اللي كانت مقفولة خلاها مفتوحة، والنقطة المفتوحة خلاها مقفولة، وصل لي لمبة ووصل لي مروحة فصلها وشغل دي، او العكس صحيح. زيها زي المفتاح العادي خالص هنلاقيه في السامسونج طرفين اتنين، وهنلاقي ده طرفين اتنين، ويجي واحد يقول لك ده ازاي اصلا التلاجة دي شغالة، ما انا بفتح الباب اللمبة بتقيد والمروحة بتقف، ما شغالة عن طريق راليهات داخل لوحة او طريقة مجموعة مقاومات او مجموعة حاجات الشركة مصمماها داخل البرودة بتاعتها عشان خاطر اتحكم في ده كله ويكون الاوبشن بتاعها بنفس النظام ده. تعالوا مع بعضنا نشوف تلاجة كان بيتعدل ليا صديقي وحبيبي من بلطيم، كان بيعدل تلاجة وبقى واقف على النقطة ديت ريد سويتش. يقفل الباب اللمبه تفضل قايده، يفتح الباب اللمبه تطفي، هو شغل مروحه مباشر مع الموتور مع الكباس الكمبروسر، ولكن هو بقى واقف على النقط ديت الحمد لله وصل للحل وصلحها. ولكن حبينا ان احنا نعمل لكم عنها فيديو ونوصل لكم الفكره بتاعتها عشان لما يبقى في فني واقف ما يحترش كتير عليها، لان هجيب الراليه وكنا عارفين فكره عامل الراليه ازاي، والمفتاح الراليه سويتش موجود اساسا عرفت الطرفين بتاعه ازاي، وابدا اوصل النقط بتاعتي على الراليه بحيث لما افتح الباب اللمبه هتقيد والمروحه هتقف، لما اقفل الباب العكس صحيح اللمبه هتطفي والمروحه تشتغل. ويبقى دي الفكره اللي انا عملتها باذن الله سبحانه وتعالى، وبدات ان انا اشرحها وبدات ان انا اصلح التلاجه بتاعتي بالشكل المظبوط واوضب امور المظبوطه باذن الله سبحانه وتعالى. الامور اللي احنا بنتكلم فيها داخل قناه مختصون في التبريد المنزلي، امور اللي بعض الناس ممكن تكون تافهه وممكن ناس ثانيه تكون امور عندها كويسه. الامور ديت احنا بنمس الصنعه من الداخل، بنمس المهنه من الداخل، في امور لازم نتكلم عنها ولازم نوضحها للفنيين. اي ان كانت النقطه ممكن يكون لواحد تاني معلومات مش قيمه له، ولكن في بعض الفنيين بتكون محتاجه المعلومه ديت ومهمه ليها جدا جدا. فتاكد جيدا لما بنيجي نتكلم في مواضيع
بتكون بتفيد فنيين كتيره جدا 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 باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان الموضوع بس يكون وصل للشكل المطلوب، واتمنى ان احنا نكون عرفنا نحدد الشكل المطلوب. اعمل لكم رسمه بسيطه كده ابين لكم ازاي المفتاح ده يشتغل، وازاي هوصل النقط بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى عشان اوضح لكم الامور دي. لما جينا احنا ووضحنا هنا رسمه ورسمناه قدامكم اهي، ده ال L وده ال N داخل على طول على الراليه او الدي سي الاي سي حسب الراليه اللي قدامي او التصميم اللي قدامي. ال L داخل على الراليه على طول طرف الراليه، ال N داخل على طرف الريد سويتش اللي هو الريد سويتش ده يا جماعه عشان نخلي بالنا منه، او المفتاح العادي خالص مفيش مشكله. بعدين داخل على الكويل. لما انا هقفل الباب الريد سويتش ده هيوصل مع بعضه وهيفتح الكويل من نقطه نورمال اوبن دي، هتبقى متوصل عليها المروحه، هتقلب تاني من هنا تنزل تحت، ده هيوصل عليها اللمبه. لما انا اقفل الباب المروحه هتشتغل، لما افتح الباب المروحه هتفصل من فوق وينزل الشفه دي تنزل تحت هتشغل معايا اللمبه. يبقى انا كده عملت الدايره بتاعتي عن طريق الريد سويتش وعن طريق الرالي الخاص بيا، ويبقى انا اشتغلتها 100% باذن الله. اتمنى ان تكون الفكره وصلت، المعلومه وصلت بشكل بسيط. حبيت ان انا اوضح لكم امور معينه داخل الفكره. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم ادهم العينين. نكمل بقى الفيديو الثاني العملي اللي زميلي وحبيبي عمله عشان خاطر تشوفوه تستوعبوه شويه. حبيت اوضح لكم الامور بشكل كويس وبشكل جيد عشان تفهموها اكتر، عشان اللي ما يفهمش الشرح اللي جاي يفهم الشرح بتاعي باذن الله سبحانه وتعالى. نتابع الفيديو ونشوف الاوضاع ايه والامور ايه بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله، باشمهندس وليد. دي الثلاجه اللي انا قلت لحضرتك عليها، جايه لي متعدله على تايمر وترموستات زي ما حضرتك شايف كده، بس العميل جابها لي بيشتكي ان هي ما فيهاش اضاءه جوه، عايز يشغل الليد اللي جوه. فانا جبت ادابتور 12 فولت اللي هو راكب فيها ده، وخرجت الاطراف بتاعه السويتش وبتاعه الليد من هنا من السلك بتاعها. عرفته ازاي؟ عرفته من الخريطه اللي ورا ديت، طلعته من الخريطه المتوضحه لحضرتك ديت. الفيشه اللي فيها 14 سلك اللي هو من رقم 1 ل 14، طبعا رقم السويتش اللي هو رقم 7 و 8 ده السويتش بتاع الثلاجه من تحت، ورقم 9 و 10 ده بتاع الفريزر من فوق، والليدات اهيت الليد بتاع التلاجة من تحت رقمه 11 و 12 و 13 و 14 الفريزر من فوق، تمام. بعد كده جبنا ريلي 12 فولت زي ما حضرتك شايف كده، خمسة طرف، وصلنا اتنين ريلي، واحد للفريزر واحد للكابينة من تحت للتلاجة زي ما حضرتك شايف هنا. وطلعنا الاسلاك ووصلناها باسلاك السويتش واسلاك الليد، لان طبعا السويتش بتاعها معكوس مش زي التلاجات العادية. وشغلنا برضو الشاشة اللي بره، وهنا الليد دوت بتاع الفريزر شغال، اختفى صوت الريلي طالع طبعا، وهنا التلاجة برضو من تحت شغالة. تقفل الباب تطفي تفتح الباب تنور. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.